اهلا بيكم يا حلوين. قبل ما نبدا الجزء الجديد حابه اعرفكم ان كل الاجزاء القديمه موجوده تحت في الديسكريبشن، لو لسه ما شفتوهاش ادخلوا اتفرجوا عليها عشان تفهموا القصه كامله. ويلا بينا نبدا. انتهى الجزء اللي فات بيون وهي متردده وعاوزه تحكي لجون عن الحقيقه بس خايفه جدا. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الجزء ده. بس لو كنت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، وطبعا ما تحرمناش من الكومنت الجميل بتاعك. جون بيكون عاوز يطمن يون وبيقرب منها، بيروحوا سوا البيت جدته بس بيتفاجئوا لما بيعرفوا انها سافرت وبكده هيكونوا لوحدهم في البيت. يون وهي نايمه عماله تفتكر جون وهو مقرب منها وبتكون مش قادره تبطل تفكير فيه اصلا. بيكونوا حرانين جدا وبيخرجوا يناموا بره، بس يون بتطلب منه ما يقربش منها خالص لحد ما اليوم ده يعدي على خير. جون بيخاف لما بيشوف فار في البيت وبيقرب منها. يون بتعمل نفسها مش خايفه وبتحاول تموته، بس في الاخر بيخرجوا هما الاتنين يناموا بره في الجنينه وبيفضلوا باصين في السما لحد ما بيروحوا في النوم. تاني يوم بقى يون بتصحى وبتشوف جون وهو نايم وبتفضل تتامل في ملامحه الجميله دي. او بيدور في حاجات يون علشان يعرف ايه هي الاثار الجانبيه اللي ممكن تظهر على جون. بياخد فلاشه كده من حاجاتها وبيعرف ان في حد من الولايات عاوز يتكلم مع يون. بنروح بقى لجون ويون وهما رايحين لمركز التدريب وبيقابلوا سان هناك. سان بتتفاجئ بمامتها اللي بتكون سافرت مخصوصة علشان ترجعها معاها. بيقعدوا لوحدهم بعيد عن جون ويون علشان يتكلموا براحتهم. مامتها بتقولها ترجع معاها وتبطل عناد بقى، بس سان بتطمنها وبتعرفها انها بقت شغالة مترجمة وبتعرف تصرف على نفسها خلاص. مامتها بتكون عارفة ان سان رجعت هنا علشان تدور على ابوها اللي رماهم اصلا. سان بتكون عاوزة تشوف ابوها ولو لمرة واحدة بس على الاقل، ومامتها بتعرفها ان هو حقير جدا وما يستاهلش اهتمامها بيه اصلا. جون بيتدخل في كلامهم وبيعرف مامتها ان سان شغاله معاه دلوقتي وما ينفعش يتكلموا كتير لان ده وقت الشغل. يعني من الاخر كده امشي يا وليه انت من هنا. الام بتمشي فعلا اخر ما بتزهق منهم هما الاتنين، وسان بتكون زعلانه جدا. بتعرف جون ان ابوها يكون رئيس لعصابه كبيره قوي، وجون بيخاف وبيجيب اللوم كله عليها وبيكون عاوز يعتذر لمامتها عن طريقه كلامه معاها وبيتخانقوا مع بعض. شين بيكون مسترخي كده وبيسلم على يون وبيكون زعلان منها علشان ما بتردش على رسايله، وهي بتصالحه وبتستناه لحد ما يخلص علشان يخرجوا سوا. بيعرفها ان هو ما كانش حابب كل اللي هو وصل له ده وكان بيحقق حلم عيلته مش اكتر، بس يون كالعاده بتطبله وبتعرفه ان هو شطور جدا ويستاهل كل خير. وبتسال شين لو كان يعرف مين الحب الاول لجون. بنروح بقى لجون وهو ماشي مع سان، بس فجاه دماغه بتوجعه جدا وبيبدا يفتكر شويه ذكريات كده. بيفتكر لما كان صغير وبيجري وفجاه رمى نفسه في البحيره، وحاليا بيفضل يجري كمان لحد ما بيلاقي نفس البحيره وبيكون هيرمي نفسه فيها، بس سان بتمنعه. لما بيبص لها كده بيفتكر البنت اللي انقذته وبيعرف ان في شبه كبير قوي بينهم. جون بيروح بسرعه ليون وبياخدها بالحضن على طول وبيكون زعلان جدا. بيعرفها ان هو كان مفكرها ماتت ساعتها، ويون بتكون مش مستحمله احساسها بالذنب ناحيته لانها بتكذب عليه طبعا، وبيطلب منها يفضلوا دايما مع بعض وهو مش هيبعد عنها خالص. شين بيشوفهم وهما بالمنظر ده وبيزعل جدا لانه بيكون مفكر ان يون بقت تحبه خلاص. يون بتكون رسمه على ايد شين رسمه كده وهو بيحاول يمسحها وبيكون غيران عليها جدا وبيقرر يعمل حاجه كده. سان ويون بيقرروا ينزلوا حمام السباحه شويه ويغيروا جو، بس سان بتكون عاوزه تدخل الحمام وبتسيبها. ما بتعرفش تفتح السوسته وبتطلب من شين يساعدها، بتفكره بمساعدتها ليه وبالفعل بيساعدها وبتدخل الحمام بسرعه. بنعرف ان سان اخذت الدواء بالغلط وفضلت تعبانه جدا. بعد ما سان بتنام فونها بيرن ويوم بترد وبتلاقيها مامتها بتنزل تقابلها وبتكون عاوزاها تقنع سان تسافر وتبعد عن هنا، وده بيكون لمصلحه سان ويون كمان اللي بتكون مستغربه جدا. وبتعرفها انها قابلت شين كمان وبتقول لها ان هو كان مسافر ايطاليا زمان وقابل سان وارتبطوا، بس بعد كده اتخلى عنها وعرفها ان هو مش معجب بيها ولا حاجه. يون بتشغل دماغها بسرعه وبتفتكر لما صاحبهم كان بيزعق لشين، وبتعرف ان سان هي الحب الاول لجون. يون بتروح لشين بسرعه وبتكون متعصبه جدا، بتعرفه ان هو كذب عليها وكان عارف كل ده، ان سان هي حبيبه اخوه وفضل مخبي عليهم، بس شين بيعرفها ان هي كمان كدابه وبيفكرها بانها حبيبه اخوه شكلها كده كذبت الكذبه وصدقتها. وهما بيتخانقوا مش بياخدوا بالهم من جون اللي بيكون موجود وبيسمع كلامهم كله. وبنعرف ان شين كان متصل على اخوه قايل له يجي اصلا، وبيقرب بسرعه من يون، بس جون بيبعده عنها وشين بيزقه وجون بيقع في الميه تاني. بيفتكر اللي حصل معاه زمان لما وقع في الميه وهو صغير، وافتكر شين لما حدفه من فوق نهر هان. وبكده يا حلوين دي بتكون نهايه الجزء بتاعنا. يا ترى شين حدف جون ليه من فوق نهر هان ساعتها؟ وهل جون كده افتكر كل ذكرياته ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الجزء الجاي، تابعونا للاخر. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد.